السلام عليكم حبايبي، رجعنا لكم تاني. هنعملوا سندوتش بقى الشاورما مع بعضينا. حطينا مايونيز تحت من اللي احنا عاملينه وكده، ولا هنحط جبن ولا حاجة، هتبقى كده احلى. وادي الفراخ بتاعتنا، الشاورما بتاعتنا اهي مليانة زيتون وفراخ وفلفل، كلهم اهو الوانهم جميلة. ونعمله كده، نعمله كده اهو. حطينا اول واحد، وادي التاني اهو، هنحطوه على القفلة اهو. التاني معانا اتحمر اهو اهو، هنسيبهم بقى يتحمروا. ادي الشاورما بتاعتنا دي اهي، وادي العيش بتاعنا اللي بيتعمل شاورما جميل قوي. ورجعنا تاني. السلام عليكم حبايبي، ادي المكرونه بتاعتنا اهي. المكرونه بتاعتنا هي اللي بالصلصه اللي عاملينها للناس اللي شك في البطاطسايه والبنجر اهي. الصلصه شكلها حلو. وادي سندوتشات الشاورما معانا اهي جميله. سندوتشات الشاورما اهي، جميلة معانا جدا، والحاجة فيها جواها مستوية، مش هتاخد 3 دقايق على النار. وده كان عشان النهاردة شاورما بالفراخ، ربع بانيه كده وقطعناه صغير، وعملناه فلفل ألوان وفلفل حامي، وعملنا التومية، وعملنا مكرونة، طبق مكرونة كده بسيط. ودي كانت أكلتنا النهاردة. وعشان النهاردة ما تنسناش في اللايك والاشتراك عشان ينزلكوا كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.